السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبد الله المصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابتي الكرام البيتية العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام إلى طلاق وختام كتاب الطلاق. نحن قريب جدا من ختام كتاب الطلاق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين أمين. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه قال في مسنده وما زلنا مع كتاب الطلاق قال باب في تخيير الصبي بين أبويه. قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سليمان قال مولا لأهل المدينة رحمة الله عليهم قال كنت عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فجاءته امرأة فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بولدي. فقال أبو هريرة رضي الله عنه كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءته امرأة فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بولدي أو قالت بولدي دي الأولى بولدي قالت فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بولدي أو قال بابني قالت وقد نفعني عندي هنا بولدي أو بابني نعم أن يذهب بولدي أو قال بابني قالت وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استهما أو قال تساهما. قال أبو عاصم رحمه الله الشاك قالت قال فجاء زوجها فقال من يخاصمني في ولدي أو قال في ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في ولدي أو قال في ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت. وقد قال أبو عاصم رحمه الله فاتبع أيهما شئت. قال فأخذ بيدي أمي فانطلقت به. يعني هو أصلا خيره من نفسه حقيقة أن التخير هذا يعني لا يكون تخيرا إلا على سن وإلا عند الحضانة لا يكون إلا الأم. فإذا بلغ سن السبع خير. الخطاب قال هذا الغلام الذي عقل واستغنى عن الحضانة فإذا كان كذلك خير من أمه. شوف هو قال ما حدها بسن ولكن حدها بإيش بالعقل يميز يعرف من ينفع من لا ينفع. واختلف فيه فقال الشافعي إذا صار ابن سبع أو ثمانية سنين خير. والمسألة هنا هل هي الله أكبر فدكي ولا بكابي كرة نالبي لا ده احنا نقعد نسأل نتكلم فيها ثاني كنز يعني انت كنزي متوكي امك ونص امبركاب ايه بقى عشان بلايم امبركاب ايش ده ما ده فرع اخر فرع دي سلالة اخرى ده الاصل لا لا النوبي عارفش انت انت منبع النوبه ده انت اتسكت يا شيخ اتسكت خلاص بس نوبه فروع ده فروع النور النيل كلها في النوبه انت ما تتكلم الا لكن شنو لكن هذا الرجل فيه اشوف ايش قالت كوري جاي نالوي شوف لو انا كل حاجه قال أحمد يخير إذا كبر. قال أهل الرأي الثوري الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده والجارية حتى تحيل ثم الوالد أحق بالوالدين. عامة الجميع يتفقون على أنه التخير كله إذا ميز فالاختلاف في السن هنا يعني يرون أن الغالب أنه لو وصل هذا السن يكون ميز. قال مالك الأم أحق بالجواري وإن حضن حتى أنكحنا والغلمان حق بهم حتى يحتلموا. قال في الحديث كنت عند أبي هريرة فجاءت امرأة فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بولده أو قال في الوقت بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها ابن لها وقد طلقها زوجها فادعيها أي ادعى كل واحد منهما الابن. قال أبو هريرة استهما عليه على الابن والمعنى اقترعي أنت وأبوه فانظروا على التغريب في هذا الباب. وجاء الزوج فتقدم الخصومة قال من ينازعني من يحقني في ابني. قال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا القول أو الحكم إلا تبعا إني كنت قاعدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت امرأة وأتى بالحديث حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم استهما حتى أخذ بيد أمه ومشى. أخرج هذا الحديث الأربعة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ولأبي داود النسائي في قصة لأبي هريرة قبل أن يروي الحديث حاصل أنه خير غلاما في واقعة رفعت إليه ثم رأى الحديث واستدل به بالمعنى على عدم التخيير وهو ظاهر وأجاب
عن حدثين وجهين، استدل بالحديث بالمعنى على عدم التخيير، لأن الحديث في هذا الباب الحق أن التخيير فيه. قال استهما، لما قال استهما دل على عدم التخيير. وأيضا في الرواية قال الله 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 موفقه دعا أن يذهب مع أمه، قال لن انظر أيهما، فدعا دعا أن سلم نفق اختيار الأنظر على ما رواه أبو داود في الطلاق من سيف الفراد عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته فجاء بابن الله لهما بابن له وفراة ابن له صغير لم يبلغ، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هنا والأم هنا ثم خيره قال اللهم اهده لأبيه أنه أسلم وأبت أمه أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم، وقال رافع ابن ابنتي، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم نحية والأب نحية والأب نحية وقعدها نحية وقال لهما ادعوها، فمالت صبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها. شوف والدلال أن الأصلح لها أن تكون مع, مع, مع أبيها المسلم مش أمها، مع أبيها المسلم. ولذلك هذا كله يدل لك على أن الزواج بالأجنبية بالأوروبية مهلكة، لست بعدها مهلكة. أنا أعرف أخ فاضل جدا الله فضل علينا، يعني قاعد في أمريكا، جلس في أمريكا سنين وتزوج أمريكية وأنجب منها أولاده كفار، إلى الآن أولاده كفار، لأنه ترك الأمريكا ورجع بعد 20 سنة عشان ذلك، رجع وأولاده كفار، أخذتهم عن الكنيسة وانتهى مع صديق لي كان في أمريكا، تزوج أمريكية وأنجب منها. المهم يا امرأة عاملة زي المطاط، تسلم وترتد راحة جاية، وهو أنجب منها ولد أراد أن يأخذه ما استطاع. أمريكا أي أوروبا المرأة إذا تنفست بس تحرقك، قوم لا يفقهون ولا وحتى ما عندهم شهامة. فكان الأمر يشق عليه جدا في خطورة أن الولد يكون كافرا، لذلك قال النبي اللهم اهدي اللهم اهدي في رواية اللهم اهديها اللهم اهديها، لأنها ذهبت إلى أمها وهي طبعا تحنو إلى أمها البنت وهي صغيرة، طيب لكن هي كافرة وآبت الإسلام، فدعا حتى تكون مع أبيها حتى لا تخرج عن دين. وأخرج درقنية وسمى البنت عميرة، وأخرج ابن ماجه عن سيف سنني أن أبوين اختصموا في ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما كافر فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه الكافر قال اللهم اهدي اللهم اهدي، حرص كبير حتى لا يضيع الولد. الثالث الدليل الثاني على عدم التخيير أنه كان بالغا بدليل الاستقاء من بئر أبي عنبة، ومن دون البلوغ لا يرسل إلى الآبار للاستقاء للخوف عليه من السقوط فيه لقلة عقله وتحجزه عنه غالبا العقل، يعني يكون بالغ. لكن حقيقة إذا بلغ فهو مخير بين أن ينفرد بالسكن وبين أن يكون عند أيهما أراد، إلا أن يبلغ سفيها مفسدا فحزان يضم إلى نفسه اعتبارا لنفسه بمال. ولهذا صح أن الصحابة لم يخيروا على ما أتقدم من قصة عمر مع أبي بكر رضي الله عنه، أما ما أسند عبد الرزاق عن عمر أنه خير ابنا فاختار أمه فانطلق به، فمحمول على أنه عرف ميل الابن إلى أمه وهي في الواقع أحق بحضانته، فأحب أن تطيب قلب الأب من غير مخالفة للشرع، أحب تطيب قلب الأب من غير مخالفة للشرع، يعني كله خيار. وهو كان ضامن إيش؟ يعني يقول قصة عمر تشوش أيضا عين لأنه خير وما فيش غير إحنا قلنا إنه يروح للأصلح، يذهب للأصلح والدلالة كما قلنا ولا واحد صاحب. ها ايدي في ايدي في ايش اللي هو يذهب للاصلح، هو في ايش؟ طيب في ايش الاصلح لو انه ما يكونش مع في ايش عمال اقول في ايش في انه لو كان تخيرا ما دعا ما يذهب لما شيء لما يريد. فعمر هنا لما خير لانه علم ان الولد سيميل لامه وام مسلمه، ففوات او ام الاصلح، فقال تطيبا لأبيه حتى لا يقال أن جزمت لما أعطيت الأم وتركتني، خيره وعلم أن الولد سيميل إلى أمه. وأبو بكر لما اختصم عمر نفسه في ابنه فأعطاه لأمه، كان عمر طلق امرأته فاختصمت عند أبي بكر وكان خليفة على الولد، فما أعطاه لعمر أعطاه لأمه. وما رد أبو بكر على عمر الكلام، عمر لما رد على أبو بكر الكلام.
قال شوكان دليل على أن القرعة طريق شرعي أيضا عند تساوي الأمرين وأنه يجوز الرجوع عليها كما يجوز الرجوع على التخير. وقد قيل إنه يقدم على التخير عليها وليس في حديث أبي هريرة هذا ما يدل على وذلك ربما دل على عكسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أولا بالاستهام ثم لم يفعل خير الولد وقيل أن التخير أولى لاتفاق ألفاظ الحديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به. فقال مسلم أي للولد فخذ بيد أيه ما شئت. وهذا الغلام الذي قد عقل واستغنى عن الحضانة. ونقولنا التخيل لا يكون إلا عند التمييز. يبقى أننا ثلاث أمور في هذا الباب. التخيل لا يكون إلا عند التمييز. وأيضا إذا تنازع الاستهام يقدم ثم التخيل. وبعضهم قال بل التخيل يقدم لأنه متفق عليه. جاءت الروايات كلها على التخيل. لكن حقيقة نقول كيف عند التنازع؟ عند التنازع أولا ننظر في الولد. إلا ما يكون تمييز فهو لأمه. هذه السورة الأولى. السورة الثانية عنده تمييز. عندنا استهام وعندنا تخيير. من قال بالتخيير قال يقدم التخيير على اتفاق الروايات. ومن قال عدم التخيير قال ان السلام حتى عندما خير قال الله مهدي الله مهدي. والثانية انه ايش الاستهام لتطيب القلبين. الاستهام للقلبين. والعلماء قالوا التمييز عنده يصل الى 7 سنين 8 سنين. وذلك احمد قال يخير اذا كبر. قال اصحاب الرأي والسفيان الثوري الام احق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده يعني يميز. وبالجارية حتى تحيط. قال ماك الأم أحق بالجواري أن حضنا حتى أنكحنا أما الغلام فهو أحق بهم حتى يحترمنا. يشبه الخطاب قال يشبه أن يكون من ترك التخير وصار إلى أن الأب أحق بالولد إذا استغنى عن الحضانة. إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة لأنها أرفق بذلك وأحسن تأتيا له. فإذا جاوز الولد حد الحضانة فإنه يحتاج الأب والمعاش وإلى إلى 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 صديق إلى صاحب أن يسير به ويغنيه. وفي الصغر طبعا إذا قلنا التخيل للولد في الصغر دون التمييز ما من يختار؟ ليش يختار؟ حنان؟ مين قال حنان؟ ما شاف أنت منك يا حنان صح؟ حنان لا عشان اللعب هو يعني هي تحبه وتحن عايزه تقول كده وهو يلعب كيفما شاء. ولذلك لا ينفع لأنه الأب حازم ويشتد عليه. أما الابن كل ما لعب كل ما كان أحب الأم وطبعاً تتركه. فلذلك كان عند التمييز عند الأم للحنو نعم لكن إذا كان مميزاً الخلاف في هذا الباب. نختم الباب بل نختم كتاب الطلاق في الآيات بفضل الله. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه باب في طلاق الأمة. قال أخبرنا أبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني مظاهر قال وهو ابن أسلمة أنه سمع القاسم ابن محمد رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأمة تطليقتان وقروءها حيضتان. قال أبو عاصم رحمه الله سمعته من مظاهر رحمه الله. هذا سند ضعيف ضعف مظاهر ابن أسلم العزمي المدني وأبو عاصم والضحاك بن مخلد ابن جوج وعبد الملك بن عزيز والقاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر. وحديث خرج ابن ماجه والترمذي من طريق أبي عاصم بهذا الإسناد. قال الترمذي حديث من عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من مظاهر ابن أسلم لما وهذه قاعدة حدثية يا كليبي صاحب اللقطة لما الاثنين لقطة واحدة بس واحد بيتقدم واحد بيتأخر. أحمد إسماعيل أحمد إسماعيل الصفا له فوائد كثيرة جدا ومن أهم عشان اللقطة كانت بعيدة طبعا عشان أنت عملت إحسانا عشان الشيخ مصير الشيخ أحمد إسماعيل هو اللي بلغني ذلك. أنا عارف لا يفوت هذا رجل مؤدب مهذب متربي تربية عالية. فأقول بأنه إسناده لا الترمذي قال هذا حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه من مرفوعا إلا من مظاهر ابن أسلم ومظاهر لا نعرفه له في العلم في غير هذا الحديث. هنا يدل على قاعدة حدثية هذه وأقسم لك أن هذه فهلوة. أما ليش هذا علم أيوة أنت أتيت بها فهلوة يا حقيقة الأمر. إذا قالت الترمذي حديث غريب لا نعرفه من غيره هذا دلال أنه ضعفه يعني هو يضعفه وهو علة التضعيف المظاهر. والعمل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي أحمد.
يعني العمل على ان تطليق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. وروى هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن قاسم انه سئل عن الأمة كم تطلق, قال طلاقها اثنتان وحدتها حيضتان. وثبت عن عمر وعمر وغير هؤلاء من الصحابه. وقال قيل له أبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قال لا, أخرج الركنين والبهتين والركنين والصواب, يعني موقوف, الموقوف أصح من الموقوف. خطاب قال في المعاني مختلف العلماء في هذا, فقال الطائفة الطلاق بالرأي بالرجال والعدة بالنساء. روى ذلك عن عمر, يعني إيه الطلاق بالرجال؟ يعني إن كان حرا يبقى 3 طلقات ولو كانت المرأة أمة, وإن كان عبدا فالطلاق طلقتان وإن كانت الأمة حرة وإن كانت الزوجة حرة. والعدة بالنساء, العدة حيضتان للأمة وإن كانت حرة يبقى 3 قروء. مفهوم؟ ده معنى الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. روى ذلك عن عمر زيد بن ثابت بن عباس وعلي ذهب عطاء بن أبي رباح, وقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. فإذا كانت أمة تحت حر فطلقها 3 وعدة, فطلاقها 3 وعدتها إيش؟ حيضتان, لأن العدة بمن؟ بالنساء. وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها 2 وعدتها 3 قروء. قال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري, الحرة تعتد 3 أقراء كانت تحت حر أو عبد, وطلاقها 3 كالعدة. والأمة تعتد قرين ويطلق تطليقتين سواء كانت تحت حر أو عبد. والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت, ولكن أهل الحديث ضعفوا ومنهم من تأولوا على أن يكون الزوج عبدا. لا, الحديث ضعيف, والحديث لو ثبت لكان قول أبو حنيفة وأسعد الناس بالدليل, لكن الحديث ضعيف. لكن ورد موقوفا صحيحا عن عمر عن ابن عباس عن غيرين, العدة طلاق الأمة طلقتان وعدته حيضتان. قال والطلاق بيد الرجال, يعني يعتدي بالرجال, والعدة بالنساء. قال ويقيل لو كان ثابتا لقلنا به, إلا أن لا نزل حديثا يرويه من تجهل عدالته وبالله توفيق. قال المدري وأخراج الترمذي ابن ماجه, وقال أبو داود وحديث مجهول. وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه معرفه إلا من حديث مظاهر ابن أسلم, ومظاهر لا يعلم له في العلم غير هذا الحديث. شوف ما عنده إلا هذا الحديث, ده لو كان أوثق الناس فهو هنا لا يقبل تفرده, لم يعرف في العلم. وقد ذكر له أبو أحمد بن عدي حديثا آخر رواه عن أبو سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 10 آيات من آخر آل عمران كل ليلة. قلت ومظاهر هذا مخزومي مكي ضعيف. أبو عاصم النبي قال يعني معين ليس بشيء مع أنه لا يعرف. قال حاتم منكر الحديث, الحقيقة أنه جهالة تدور بالسند ومنكر. الحمد لله. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه, باب في استبراء الأمة. قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد ورفعه رضي الله عنه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. هذا حديث ضعيف, استنه ضعيف لصحيفة الشريك, وشريك معروف حتى بعد ما استلم القضاء كان ضعيف قبله, لما استلمه كان أضعف. والحديث له شواهد في هذا الباب, ولذلك قال على ما هنا هو صحيح من غيره. والحقيقة أنا أقول حسن لغيره. أخرج الدارمي والحاكم المستدرك وأخيه في السنة الكبرى معرفة السنة الأثار والبغوي في شرح السنة من طريق عمرو بن عون بهذا. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجها. أخرج أحمد في المسند والطحاوي في شرح مشكل الأثار والبهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والأثار من طرق عن شريك. وبعضهم قرن مع قيس بن وهب أبا إسحاق, وبعضهم قرن معه مجالدة. وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري الآتي بعده وإسناده حسن, وآخر من حديث ابن عباس عند الدرقني وإسناده ضعيف, وثالث من حديث عند ابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده ضعيف. قال لا تطأ حامل, يعني لا تجامع, ولا غير ذات حمل حائل, يعني لا توطأ حائل حتى تحيط. وهذا خبر معنى النهي, أي لا تجامع امرأة حامل, لأن أنت بذلك يعني تسقي ماءك زرع عايش غيرك, لا يجوز, وهتشترك في الولد وهي حامل تبين حملها. ولا حائل, حائل هذه التي ليست بحامل, الحائل ليس بحامل لا يطأ أحد حتى تحيض. لما تحيض؟ براءة الإيش؟ براءة الرحم. ولما جاء رجل وطأ امرأة قبل أن يستبرئها أو كانت حاملا, قال إن سلم أيغذوه بمائه, أيغذوه بمائه, والله لهممت أن أفعل كذا وكذا به. لذلك المني يؤثر, أو كانت حاملا المني يؤثر, يعني ممكن يكون يشتركان في الولد,
وده ورد لما جاء القافة عمر الخطاب تنازع رجلان ولد ولد فقال عمر للقافة قال 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 افصل لنا ابن من هذا فنظر فقال ابنهما معا يشتركان لذلك قال لا تطع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيد لتبرأ حتى لا تختلط الأنساب حتى لا تختلط الأنساب اللهم احفظنا احفظ المسلمين جميعا يا رب العالمين وبذلك فضل الله لا تم الله علينا كتاب الطلاق من مسند الدارمين قد انتهى ولله الحمد يا ولمن لو انت يعني مستعدين العصر ممكن ننهي البيوع لكن انتم يعني الحمد لله همتكم اعلى مما تكون رايت ذلك رؤيه عين ف يعني يكون الدرس هنا وخلاص الافاضل المستنبطه الحضانه الام حتى يميز فيدفع للاصلح اقرار الشرع بالقرعه عدل تطيب القلبين ما خرج قدر الله جل وعلا العده بالنساء والطلاق بالرجال وجوب استبراء الامه قبل وقتها حرم التخليط الانساب يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم